اتكلم على الهجوم يا كابتن. طيب حته تانية، حته تانية اسالكم فيها برضو في كريم فؤاد، مش دي ممكن تبقى افضل لكريم فؤاد اللي هو احساسه ان انا كده ما وصلتش لكل حاجه، انه لسه عايز يكمل بنفس المستوى ده مع النادي الاهلي؟ هو تالق في مباراه كسر فيها الدنيا، ان هو ما يروحش المنتخب دلوقتي ده يديله حافز انه يفضل يبدع اكتر، بدل ما يبقى حس ان هو خلاص وصل للبيك في بتاع كل حاجه، انا لعبت كويس مع الاهلي ماتش ورحت للمنتخب ولعبت اساسي مع المنتخب خلصت الجيم. لا بس برضه لما لعيب بيلعب كويس بتعليه انت كده بتعليه قوي، لما ياخد ثقه انا بروح منتخب مصر ببقى من ضمن، انت بتختار القايمه ديت ده احسن 30 او 25 او كذا، دول احسن 25 او 30 لعيب في الفتره ديت في الثلاث اربع ماتشات اللي هم اتلعبوا في الدوري الممتاز. فانت لما تديني ان انا اروح منتخب مصر انت بتعلي لي نفسيتي قوي باور اكتر بالظبط، غير لما انا اكون بلعب. يعني ايه سبب افشى هبوط مستوى محمد شريف السنه اللي فاتت؟ استبعادهم من كان كوبا ان انت بتستبعد، انا راجل ببقى كويس وانت بتستبعدني، فانا ثقتي في نفسي بتقل. خلي بالك هو البني ادم يعني لما تيجي الواحد عايز يتكلم على لعيبه الزمالك، ايه سبب هبوط مستوى الزمالك؟ ان نفسيتهم وثقتهم كانت عاليه قوي، وبعد كده بداوا الخساره بدات مستوى يقل ونفسيتهم تقل. هي دي النفسيه، انت اللاعب المصري بتلعب على الناحيه النفسيه معاه. صحيح، لان دي اهم نقطه. صحيح. طيب ايه تاني؟ طيب ايه، وانا هعدي اللي انت قلته في الاول. يا ريت. اتفضل. ايه التارجت بتاعه؟ عمل ايه؟ هو خد كاس افريقيا كريم 10 مرات؟ لا طبعا انا بكلمك لعب تصفيات كاس عالم. لا طبعا لسه بدري، ده لسه في الاول سلمه. بالظبط كده. تارجت ايه؟ راح المنتخب ما راحش لازم يكمل مع نادي يفضل في المستوى ده يروح. حلو. انما بس انما انا ببص لها من زاويه ثانيه لصالح اللاعب، ان هو ايه لسه يا كريم لسه احنا كنا فرحانين بيك ولاعيب موهوب ولاعيب راجل ولاعيب، لان كنا من 3 شهور بنقطع فيه وهيمشي حضرتك مش انا. ما انا ايوه صح. انا دلوقتي بقول عليه ايه؟ بتقول عليه لاعب رائع وزعلان ان هو ما اتاخدش منتخب. صح. ما هو الشمس طالعه، هقول مش طالعه زي كريم. ما هو وحش كان لما مع الاهلي والاهلي كان وحش، الزمالك بيمر بنفس الحاله اللي الاهلي بيها مر فيها الاسابيع الاخيره في الدوري. يعني انت الحصانين كانوا ماشيين في السبق، حصان الاهلي الاجهاد والبتاع راح راكن في اخر الدوري السنه اللي فاتت، وحصان الزمالك كمل ابتدى السبق دلوقتي، حصان الاهلي ابتدى بعد التعافي والدنيا ماشيه، حصان الزمالك عمال في اول السبق عمال يجيب لورا. معايا في الحته دي؟ معاك. نفس الاجهاد نفس الاصابات هيجي لك الاهلي والزمالك. عشان هنتكلم في تفاصيل كثيره اول ما نخلص القائمه بتاعه المنتخب دي.